هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد أن لا يتزوج عليها؟ نعم، يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عليها، لأنه ليس في ذلك الشرط ضرر على أحد، وفيه منفعة لها. أما منفعتها فظاهر، وأما أنه لا ضرر فيه على أحد فلأن الرجل ليس له زوجة. ولهذا لو اشترطت أن يطلق زوجته التي معه فهذا الشرط حرام ولاغي،